السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل كلاسيفيكيشن في البرنامج سلوبري اوفيس. اجي هنا من فيوز واقول له انا عايز كلاسيفيكيشن. كل واحدة من دول بيبقى فيها ترتيب لبعض العناصر بالشكل دوت. طب خلينا نعمل حاجة جديدة، هقول له نيو واقول له انا عايز ده مثلا للكولوم. طيب هقول له دلوقتي بقى انا عايز اعمل كلاسيفيكيشن رولز، فاقول له هنا انا عايز الكولوم بالشكل دوت، وهقول له اوكي. فلما اعلم على الكولوم مفيش حاجه ظهرت، خليني اقول له اديت. دلوقتي اقول له بقى سيتنج، هقول له ان انا عايز كلاسيفيكيشن نيم الكولوم دوت. هعمل هنا في كلاسيفيكيشن هسميها C1، نوع من انواع الاعمده، واقول له ده اديله لون احمر واديله شفافيه معينه، اقول له اوكي. واجي هنا في كلاسيفيكيشن رولز الكولوم، اقول له ان ده مثلا C1. تمام، ده هياخد بقى. انا طيب ندخل هنا، هو كده المفروض واخد كل الكولوم، فظهر معايا كل الكولوم. طيب ممكن اقول له هنا بقى اديت واقول له ان لا انا مش عايز كل الكولوم، انا عايز السي واحد. يبقى كده هيعلم على سي واحد. طيب خلينا نعمل سي 1 وسي 2 وسي 3 وكل واحدة نديها لون. فاقول له هنا دي سي 2 وده هيبقى سي 4. تمام، واقول له خلي ده باللون دوت الاخضر، وخلي دوت باللون الاصفر بالشكل دوت. وهنا برضو هعمل بقى كلاسيفيكيشن، اقول له انا عايز ده هنا سي 1، لا ده هنا انا عايز دوت يبقى سي 2 وده يبقى سي 4. وهنا بقى اللي هياخد كلاسيفيكيشن نيم بالشكل دوت، واقول له اوكي. فظهر معايا الثلاث انواع من الاعمده، كل واحده فيهم بلون زي ما انت شايف. ونفس الفكره ممكن نعملها في الوول، وممكن نعملها في كل العناصر بحيث نقدر نميز بين انواع العناصر اللي احنا عايزينها. طبعا لو انت عايز تعمل حاجه بالشكل ده بياخد منك وقت كتير، في فلاتر في ريفيت. لو انت شغال ريفيت وعايز تعمل كل حاجه بلون، تقعد تعمل فلاتر كتيره وهكذا. هنا يعني الموضوع اسهل شويه.